إنسان في لحظة غضب يقول أكثر كلام يندم عليه طول عمره. معكم واحد كان معصب وهده. إذا كنت قاعد تتناقش مع شخص جدا معصب لا تاخذ كلامه عليه نهائيا، صدقني هو مو قد اللي قاعد يقوله كلش. مشكلتنا إن إذا فقدنا أعصابنا نفقد عقلنا وياه، فنبدي نقول بس اللي قاعدين نحس فيه بدون منطق وبدون تفسير. إن يرجع لنا العقل، سؤال واحد بس يسألك إياه، تش سويت؟ لما تستوعب إن اللي أنت سويته كان وايد تسكت. أتمنى أكون شخص عقلاني نهائيا، لأن العقل راح يخليني أعدل عن الإحساس، وإذا صرت فاقد إحساس ما راح أعرف أعيش. ما أتمنى أكون شخص عقلاني نهائيا، لأن إذا ظليت أرجع لعقلي بكل شيء راح يخليني جامد، راح يخلي قلبي حديد. إني أكون إنسان حساس، راضي إني أتعب، راضي إني ما أنام، راضي إني أضايق، راضي إني أسكت. على قلبي، قلبي يقولني أنا مضايق، وقلبي يقولني أنا تعبان. بنيات على عقلي، عقلي يقول فوق هذا تحبه. على قلبي، فقلبي حاليا قاعد يتألم، محتاج إنه يرتاح منك شوي. بنيات على عقلي يقول الراحة فيه مو بدونه. أوكي، راح أمشي وراء عقلي، لأن هذا اللي المنطق يقوله. بس أكذب على نفسي وعلى قلبي، راحتي فيه مو بدونه. قلبي يقول بس ويسأل تساؤلات، ويرد عقلي يقول بس لا تسأل وعيش. النصيحة تقول الشخص اللي يخلي قلبك وعقلك يتفقون، إن قلبك يحبه وعقلك ما يبي إلا يفكر فيه، هذا شخص لا تفرط فيه كلش.